وطبعا لحتى تشبك الحشوة بدي استعمل القطر، والأفضل والأحسن استعمل قطر عيار سميك. احتفظ بهالقطر، بنستعمله بكتير أنواع حلويات، لكن لما بيكون القطر بهالعيار رح أضمن حشوة المعمول أبدا ما تنشف وأبدا ما تعظم. وهيك صاروا الحشوات الثلاثة جاهزين، حشوة الجوز وحشوة الفستق وحشوة المربى. ممكن أنا أعملهم بهالشكل كرات مشان يصير أسهل عملية التشكيل وأسرع، وممكن خليهم بدون تجميع، رح تشوفوا الطريقتين هلأ بالفيديو. الحشوة الثالثة هي مربى قشر البردقان أو النارنج، بتلاقوا الوصفة بأعلى الشاشة، وكمان رح تلاقوها بصندوق الوصف.